توقع لك هجوم في إذاعة مغربية مع الفنانة سمير السعيد؟ لا، أنا استضفني رشيد شو في الحلقة ديالو والتركيبة باش يديروا بوز، قالوا أنا قلت على سميرة أن صوتها ضعيف. قلت لهم سميرة سعيد صوتها إحساس عالي جدا بحال عبد الحليم حافظ، أنا كتعجبني. هم حوروا خربقوا داك الشيء في المونتاج، ما عرفش فالمونتاج وداك الشيء طلع. لما مشيت مصر تعمل لي سهرة كاملة مع كوسي شلبي من أكبر المذيعات عندنا في مصر، حلقة خاصة بي سهرة، وهي صلحت الموضوع بيني وبين سميرة، هي صديقتها وانا صديقتها، تلاقيتوا انصام. ايه، وعيطت لها قالت لها انا عايشه الوعد عامله سهره وتكلمت عليك كله خير. وسميره انسانه هاديه جدا لدرجه تلاقت اختي مؤخرا وقالت لها اش اخبار عيشه، لان شحال هي ما دارتش رد فعل ولا سميره، لانه عرفت ما نقولش ديك الهضره استحاله. غير مؤخرا شفت سعيده شرف كدير واحد الحوار قتلتني بالضحك. علاش؟ لانها ذكيه جدا، هي كتخليك تضحكي في الحوار، تحبيها وتبغيها. وعلى فكره قابلتها في مصر، كنوجه لها تحيه. كانت كتواجه شي لقاء مع عندكم راك عارفينه، وي برنامج بالفن. وتتقول له شي كلام وتتقول له واش انت راك مخبول، وانت عرفتي كلامه حلو. وشفتو غير البارح وضحكت، قلت لها شبعتيني ضحك يا سعيده غزاله. لمشاهدة برامج قناة تيليماروك تابعونا على فيسبوك وإنستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.